نجيب الانجيل. ايش لازم نجيب الانجيل بالزيت؟ اه مزبوط. هذا ولا هذاك؟ مو بس ما نفتح وفتح. آه. هذا
الوقت. كل حين الآن وكل أوان إلى الدهرين. المجد لك يا إلهنا، المجد لك أيها الملك السماء والمعزي روح الحق الحاضر في كل مكان، المالئ الكل كنز الصالحات واهب الحياة. الأمة اسكن فينا وطهرنا من كل دناس وخلص أيها الصالح نفوسنا. قدوس الله قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أساء إلينا ولا تكلنا في تجارك لكن نجنا من الشرير. لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن الروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدائرين. آمين. يا رب ارحم 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 يا رب ارحم. المجد للأب والابن والروح القدس. نسجد ونركع لله ملكنا. هلموا نسجد ونركع للمسيح إلهنا. هلموا نسجد ونركع للمسيح ملكنا وإلهنا. يا رب استمع صلاتي أصل لتضرعي بأمانتك استجب لي بعدلك. لا ترجمني بعدك من عبدك لأن العدو قد فقد نفسي وأذل إلى الأرض حياتي. تذكرت الأيام القديمة هذت في كل أعمالك وفي صناع يديك كنت أتأمل. استجب لي يا رب فقد تلاشت روحي. لا تصرف وجهك عني وشعب عابدين في الجوع. أسمعني في الغداة رحمتك فإني عليك أتوكل. أعرفني يا رب طريقا التي أسلك فيها فإني إليك رفعت نفسي. انتشرني من بين أعدائي يا رب إليك لجأت. علمني أن أعمل مشيئتك لأنك أنت إلهي. اهدني روحك الصالح في طريق مستقيمة من أجل اسمك أحيني يا رب. يعطيك أخر بنبي في نفسي وبرحمتك دمر علي. وأهل جميع مضايق نفسي لأن أنا عبدك. هللويا. صفحة 31. هللويا هللويا هللويا. يا رب لا توبخني بسخطك ولا تؤدبني بغضبك. هللويا هللويا هللويا. هللويا هللويا هللويا. ارحمنا يا رب ارحمنا لاننا عاجزون عن كل جواب ولذلك نقدم لك نحن الخطا هذا الابتهال بما انك السيد. ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس. ارحمنا يا رب فان عليك توكلنا. لا تغضب علينا جدا ولا تذكر اثامنا بل انظر الان بحنوك وانقذنا من اعدائنا فإنك أنت إلهنا ونحن شعبك وجميعنا صنع يديك واسمك ندعو. فإنك أنت خلاص كل المسيحيين.
ارحمني يا الله بعظيم رحمتك وبكثرة رافتك وامحو مآثمي. اكسرني كسر ذنبي وكفر خطيئتي طهرني، لأني أنا عارف بإثمي وخطيئتي أمامي في كل حين. إليك وحدك حملت وما مكان الشر صنعت، لكي تظهر عادلا في أقوالك وزكيا بك دعيتا. هانذا في الآثام حب الأبي وفي الخطايا حملتني أمي. أنك حققت الحق وكشفت لي من كناتك وخطيئتي، انضحني بالزوفة فأطهر، اغسلني فأبيض أفضل من الثلج. أسماني أكوار البجر والسرور اصرف وجهك عن خطاياي وامحو جميع مآثمي. البنطاء المحفوظ فيها والروح مستقيم من جدد في عشائي. لا تطرحني من أمام وجهك ولا تنزع مني روحك القدوس. رد لي باجدا خلصك وبروح نشفت فبتني. معلم الآثم طرقك والكفر إليك يرجعون. تجمينا الدماء يا الله إلى خلاصي فيشيد لساني بعدك. يا رب افتح شفتي فيذيع فمي تسبيحك. يدك لا وشئت ذبية قدمت، لكنك لا تقاتل المنقاد. إنما الذبيحة لله روح منسحب، لا يبذل الله قلبا منسحقا ومتواضعا. أحسن يا رب برداك للسيوف وابن أسوار وشديد. حينئذ ترتضي بذبيحة البر بتقدمة ومحرقات، حينئذ يقدمون على مذبحك الأجور. فقط التسبيحة الأولى فترسي. بعد أن عبر إسرائيل بالتقديم قعر البحر الأحمر ولم تبتل أقدامه، هاسموا في بريته قوة عمليم من ديد بسط موسى يديه بشكل صليب. المجد لك يا إلهنا، المجد لك أيها السيد المبهج بزيت الرافة دائما نفوس البشر وأجسادهم معا والحافظ المؤمنين في الرحمة. أنت الآن تحنن على المتقدمين إليك بالزيت. المجد لك يا إلهنا، المجد لك أيها السيد. إن الأرض بكاملها ملأها بآيات رحمتك، فلذلك نلتمس منك بإيمان نحن الممسوحين اليوم بزيتك الإلهي الموقر أن تمنحنا رحمتك التي تفوق العقول. المجد لله ولبن الروح القدس أيها الوحيد البشر، يا من أوصى رسله متعطفا أن يكملوا مسحته المقدسة على الأرض من عبيده. أنت بتوسلاته ارحم الجميع في خدمك الإلهي. يا نور كل أوان وإلى دهر الدائرين أمين. يا من أحرزت بحر السلام وحدها، يا طاهرة غنية يا غنية، أنقذ دائما بشفاعتك إلى الله عبيدك من الأمراض والأحزان لكي يعظموك بلا انقطاع. 38. إن الكنيسة قد تطهرت من دم شياطين رجس بالدم السائل من جنبك رأفة بنا تحتف إليك لا تذبح بصوت التسبيح يا رب. المجد لك يا إله المجد لك أيها المحب البشر، يا من أظهر بكلامه مسحة بالزيت في القلوب وأقبل في الوسائل كان خلص السقماء بختمك إيمانك متحنن. المجد لك يا إلهنا المجد لك، لا تمسنا شركة من الأبالسة المرضى يا مخلص. من وسمت حواسهم بميسم المسحة الإلهية، لكن آوهم في حمى مجدك. المجد للآب والابن والروح القدس. أمدد يدك من العلو يا محب البشر وقدس زيتك يا مخلص، وهابه لعبدك وسيلة للصحة والعافية من جميع الأسقام. فايق الصلاح بما أنك ينبوع الرحمة، أنقذ من كل أصناف المساوئ الملتجئين بثقة حادة إلى رحمتك التي لا توصف.
وارفع عنهم عذابهم أيها المتحنن، وامنحهم النعمة الإلهية من العلام. صفحة 41. أيها أيتها البتول، إن الحجر غير المقطوع بيد تطيا من جبلك غير المنحوت ركن زاوية، وهو المسيح الذي دم طبع عن متفرقة. ولهذا نعظمك يا والدة الإله متهجين. أيها المخلص الكامل الصلاح، لقد نظرنا بامتياز نسيتك الإلهي الذي مسحت به بقوتك الإلهية، أفضل بشركائك وبه أشرفت رمزيا المشاركين في الحميم الإلهي. المجد للآب والابن والروح القدس. أيها المخلص أشفق وارحم وأنقذ عبيدك من الشدائد والأوجاع، ونجه من سهام الشرير، شافيا بالنعمة الإلهية نفوسهم وسدهم، بما أنك الرب الرحيم. لا نقول وان وجد لله المؤمن تذكر بتولي السبيحة عبيدك وطلباتهم، ونجي بتوسلاتك من الأمراض الفقيرة ولو جاء الفانحة المستمعين بواسطتنا إلى جميع حمايتك الإلهية يا كريم الدهار. وامسح عبيدك المرضى بالزيت الإلهي. كل سلام نسبح الرب، سبحوا الرب من السماوات، سبحوه في العالي بكاتبين بشارك يا الله. سبحوا يا جميع ملائكتي، سبحي يا جميع قواتي، بك تليق لشاط يا الله. سبحوه للسوق بصوت البوق، سبحوه بالكنارة والقيثارة. أيها الغفور المحب البشر، لقد أعطيت نعمتك على يد رسلك ليشفوا بزيتك المقدس ضربات الجميع وأسقامهم، لذلك قدس وارحم بما أنك متحنن المتقدمين الآن إلى زيتك بإيمان، وطهرهم من كل الأمراض وأهلهم يا رب لنعيمك الأبدي. سبحوا بالدف ونشيد الطرب، سبحوا بالأبطار والأردن يا فارق الإدراك، انظر من السماء إيمانك شفيق للمسارعين بإيمان إليك ومتمسين الصفحة الزلات منك، كاتما يا مقلب البشر بيدك هذه المنظورة، حوسهم بزيتك الإلهي وامنحهم بشفاء النفس والجسد لكي يمجدوك بشرف معظمين عزتك. سبحوا بسرور رنانة، سبحوا بسروج التهليل، كل نسمة فلتسبح الرب. يا محب البشر قدس عبيدك من الآلاء في مسحة زيتك ولمس كهنتك، ونجه من الأسقام ونقه يا مخلص، وأغسل دنس نفوسهم وأنقذه من الحبائل المتشاركة، وخفف أتعابهم وفرج عنا نقاطهم، واجلوا أحزنه بما أنك رحيم ورؤوف. المجد لله بالابن والروح القدس الآن وكلا وعن وكلا الدائرين أمين. يا بلاطة الملك الجزيل الطهارة، إليك نبتعد يا كثيرة التسبيح، طهر عقولنا المتدنسة بكل الخطايا، وجعلنا مسكنا مبهجا للثالوث ذي للاهوت الأسمى، حتى إذا ما نجونا نحن عبيدك البطالين نعظم قوتك ورحمتك التي لا قياس لها. أيها المسيح، بما أنك وحدك سريع للمساعدة، فأطلق سرعة الإتقان من العذاب.
بعدك المكلمين أنقذ الناس قامي ولو جاء. لقد عميت بصيرتي أيها المسيح فأتقدم إليك كالأعمى منذ مولدي صارخا إليك بتوبة. أنت النور فائق البهار الذين في الظلام. يا رب كمن حط المخلع قديما أنت بعناياتك الإلهية نفس المخلعة جدا بكل أنواع الخطايا والأعمال القبيحة حتى أخلص فاصرخ المجد لعزتك أيها المسيح الرؤوف. أيها الرب الجابر برافته ومراحمه سحقات نفوسنا وأجسادنا، أنت أيها السيد قدس هذا الزيت حتى يصبح للممسوحين به مدعاة للشفاء وعافية من كل الآلام والأمراض الجسدية ومن كل أدناس الجسد والروح ومن كل الأسواء، كي يمجد في ذلك اسمك الكلي القداسة أيها الآب والابن والروح القدس لنا وكل أوان وإلى دهر الدائرين. آمين. بما أنك تلميذ للرب قبلت الإنجيل أيها السيد يعقوب، وبما أنك شهيد لك عزم لا ينثني، وبما أنك رئيس الكهنة لك حق الشفاعة، فاشفع إلى المسيح في خلاص نفوسنا. إن لله كلمة واحدة الآن لما وافى إلينا في آخر الأزمان، أقامك يا يعقوب العجيب أول راعي ومعلم لأورشليم وقيما أمينا على الأسرار الروحية، فنكرمك جميعنا أيها الرسول. أيها القديس نيكولاوس قمت في ميرا بخدمة الكهنوت لأنك أيها البار بذلت نفسك عن شعبك متمما إنجيل المسيح وخلصت الأبرياء من قضاء الموت، لذلك تقدست ما أنك نجي عظيم لنعمة الله. من المسكونة الفتح على ستك صين قادم من الشهدين وقال الأمم يا لابس الجهاد، فكما حققت من تشرف لوهاوس مشجعا نستر في الميدان هكذا كان يبدي ديميتريوس يا مسيح الإله أن يهبل العظيم الرحمة. أيها القديس الضائر في الجهاد والشافي بند الأنيون اشفع إلى الله الرحيم أن يعب لنا غفران سلات. أيها القديسون الزاهدون في المال والصانعون العجائب افتقدوا أسقامنا مجانا أخذتم مجانا أعطوه. من يصف عذائبك أيها المدعو يوحنا فإنك تفيد العجائب وتبدو الأشفياء وتشفع في نفوسنا، منك لاهوتي ومحب حبيب المسيح. أياك والشفية الحرة وسور الله لا يحجب ينبوء المراحم وملجأ العالم، إليك نحتف بحرارة يا وليدة الإله السيدة، أدركينا وانقذينا من الشدائد يا سرية شفاعة وحدك. إليك تقدم أيها المسيح مكفوف بصر النفس كالأعمى منذ مولدي هاتفا إليك بتوبة، اغفر لنا أيها المتعاطف وحدك. لتكن يا رب رحمتك علينا بحسب اتكالنا عليك. لتكن يا رب رحمتك علينا بحسب اتكالنا عليك. ترجو أيها الصديقون من رب. لتكن يا رب رحمتك علينا بحسب اتكالنا عليك. الحكمة فصل من رسالة القديس يعقوب الرسول الجامع. فنصلي. يا إخوة اتخذوا الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب قدوة في احتمال المشقات وفي الأمان. أعلموا قوم المصابرين قد سمعتم قصص يديكم وأعلم معكم صدقات، لأن أنت الرجل قد تحمل له. وقبل كل شيء يا إخوتي لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر، ولكن ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، لئلا تقعوا تحت الديونة. هل فيكم من يعاني مشقة فيصلي،
أو مسرورا مسرور فليرنم. هل فيكم مريض فليدع كهنة الكنيسة وليصلوا عليه ويمسحوه بالزيت باسم الرب، فإن صحة الإيمان تخلص المريض والرب ينهضه، وإن كان قد ارتكب خطايا تغفر له. اعترفوا بعضكم لبعض بزلاتكم وصلوا بعضكم لأجل بعض حتى تبرأوا، فإن لصلاة البعض الحارة قوة كثيرة. سلام عليك يا رب. رحمتك وأحكامك يا رب. مع الإنجيل المقدس السلام والرحمة والله شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير. في ذلك الزمان دنا إلى يسوع واحد من علماء الناموس وقال مجربا له: يا معلم، ماذا أعمل لأعرف الحياة الأبدية؟ فقال له: ماذا كتب في الناموس؟ كيف تقرأ؟ فأجاب وقال: احبب الرب إلهك بكل قلبك وبكل نفسك وبكل قدرتك وبكل ذهنك وقريبك كنفسك. فقال له: بالصواب أجبت، افعل ذلك فتحيا. فأراد أن يزكي نفسه فقال له، فقال يسوع: ومن قريب؟ فعاد يسوع وقال: كان إنسان منحدر من أورشليم إلى أريحو، فوقع بين اللصوص فعروه وأوسعوه ضربا، ثم مضوا وقد تركوه بين حي وميت. فاتفق أن كاهنا كان منحدرا في ذلك الطريق فأبصره وجاز، وكذلك لاوي واقف المكان فأبصره وجاز، ثم إن سامريا مسافرا مر به فلما رآه تحنى، فدنا إليه وضمد جراحاته وصب عليه زيتا وخمرا وحمله على دابته الخاصة وأتى به إلى فندق واعتنى به. في الغد عند انطلاقه أخرج دينارين وأعطاهما لصاحب الفندق وقال: اعتني به، ومهما تنفق فوق هذا فأنا أدفعه لك عند عودتي. فأي هؤلاء الثلاثة تحسبه صار قريبا للذي وقع بين اللصوص؟ قال: الذي صنع إليه الرحمة. فقال له يسوع: امضي واصنع أنت أيضا كذلك. يا من أسأل إنه الوحيد شافيا كل مرض وكل ضعف من أنفسنا وأجسادنا، أرسل روحك القدوس وقدس هذا الزيت واجعله لعينك أولا ممسوحين به وسيلة لتمام الخلاص من خطاياهم ولوراثتك في السماوات. لأنك تريد العظيم العجيب حافظ من محبك هاتك ورحمتك المانع الفداء من الخطايا فتاك بالنوس يسوع المسيح، يا من عاد ولادتنا وانقذنا من الخطيئة، يا بني العميان وجر المتهشمين، يا محبس التبريد ورحم الخطأ، يا من جددنا مخرجا إيانا من الذربة وضلال الموت، قال الذين في الوجود اخرجوا والذين في الضلال اقبلوا إلى النور، لأنه قد أشرق في قلوبنا النور بعد وجهك. فدارت يدنا على الأرض وترددت بين الناس، والذين قبلوك أعطيتهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، بعد أن احتنا المنوة بحليب الميلاد الثاني وحررتنا من عبودية إبليس، لأنه لم يكفك أن طهرتنا بالدم، لكنك وضعت في الزيت المقدس رسم صليبك لنصير رعية المسيح كهنوتا ملوكيا أمة مقدسة، إذ قد طهرتنا بالماء وقدستنا بالروح القدس. فأنت أيها الرب الزليل أعطنا نعمة لخدمتك هذه، كما أعطيت موسى خادمك وسقيت
فإننا إذا ما نزعنا الشهوات الدنيوية نموت عن الخطيئة ونحيا البر لابسين ربنا يسوع المسيح بمسحة زيت التقديس الذي نحن نكمله بشعر هذا الزيت زيت بهجة وزيت تقديس لباسا ملوكيا درع قوة وقاية لكل سلطة شيطانية ختما فريزا ابتهاجا للقلب سرورا أبديا لكي يكون للمكسوحين بزيت الميلاد الثاني لهذا مرهبين للعداء ويشركوا ببهائم المسيح كاهنة من مدرس وعين ويقبلوا من مطال راحتك الأبدية ويحسن جائزة الدعوة الرضوية لأن لك لا ترحمنا وكفر نفسنا أيها المسيح إلى هنا وليك الأنف والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وفي الأوان وإلى أبد الآخرين آمين. الرب قوتي وتسبيحي لقد زارني خلاص الرب قوتي وتسبيحي لقد زارني خلاص اتبعي الرب تأكيدا والى الموت لن يشركني الرب قوتي وتسبيحي لقد زارني خلاص فصل من رساله القديس بولس الرسول الى اهل روما يا اخوه يجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل أوهان الضعفاء ولا نرضي أنفسنا فليرضي كل واحد منا القريب للخير لأجل البنيان فإن المسيح لم يرضي نفسه بل كما كتب تعييرات معينيك وقعت عليا لأن كل ما كتب من قبل إنما كتب لتعليمنا ليكون لنا الرجاء بالصبر وبتعزية الكتب وليؤتكم إله الصبر والتعزية اتفاق الآراء فيما بينكم بحسب المسيح يسوع حتى إنكم بنفس واحدة وفم واحد تمجدون الله أبا ربنا يسوع المسيح لذلك فليقبل بعضكم بعضا كما قبلكم المسيح المجد لله برحمتك يا رب رنم إلى الأبد. هللويا هللويا هللويا. فعل نصر. في ذلك الزمان كان يسوع يجتاز بأريحة. وإذا برجل اسمه زكا كان رئيسا على العشرين وكان غنيا وكان يطلب أن يرى من هو يسوع ولم يستطع بسبب زمعه لأنه كان قصير الصامة فتقدم مسرعا وصعد إلى جنيسة لينظره لأنه كان مسرعا أن يجتاز بها فلما انتهى يسوع إلى المدعي رفع طرفه فرآه فقال له يا زكا أصر انزل فاليوم ينبغي لي أن أقيم في بيتك فأسرع ونزل وقبله فرحا فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين إنه دخل يحل عند رجل خاطئ فوقف زكا وقال ليسوع يا سيدي ها أنا ذا أعطي المساكين نصف أموالي وإن كنت قد غبنت أحدا في شيء أرد أربعة أضعاف فقال له يسوع اليوم قد حصل خلاص في هذا البيت لأنه أيضا إبراهيم فإن من البشر قد أتى ليطلب ويخلص ما قد هلك حقا المجد لك يا رب المجد فلنصغي إلى ربنا نطلب فلنصغي الرب نوري ومخلصي فممن أخاف الرب نوري ومخلصي فممن أخاف الرب سامي حياتي فممن أبزع الرب نوري ومخلصي فممن أخاف الحكمة
بشر من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. فالنصر. يا إخوة، أنتم جسد المسيح وأعضاءكم تقيم الزاكي، وقد وضع الله الكنيسة أناسا أولا نصرا ثانيا أنبياء ثالثا معلمين ثم موارد ثم موارد أشياء نسمع الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. اسم الشريف المشارة في التدريس مثل المشير. لذلك نحن أيضا نطلب منك أيها الصالح ومحب البشر
واثق بنا بوعودك الصادقة، ونتضرع إليك في هذه الساعة باسم تضرعنا وتقبله، وتقبله كبخور متصاعد إليك، وافتقر عبيدك هؤلاء وإن كانوا قد أخطأوا بالقول أو بالفعل أو بالفكر في الليل أو في النهار، إن وقعوا تحت لعنة كاهن أو دعوا على أنفسهم، إن أسخطوك بيمين أو بقسم فمنك نطلب وإليك نتضرع، اصفح وتجاوز واعف عنهم يا الله، متغاضيا عن آثامهم وعن خطاياهم، ومغتفرا ما فرط منهم بمعرفة أو بغير معرفة، وإن كانوا قد خالفوا شيئا من وصاياك أو زلوا في هفوة، حيث إنهم متدرعون بجسدهم وساكنون في العالم، أو كان خطأهم عن فعل الشيطان، فاغفر لهم بما أنك الإله الصالح ومحب البشر، لأنه ما من أحد يحيا ولا يخطئ، وأنت وحدك بريء من الخطأ، وعدلك عدل إلى الأبد، وقولك حق، لأنك لم تجبل الإنسان للهلاك، بل العمل بوصاياك بقوة إرادة الحياة الأبدية، فإليك نرفع المجد وإليك أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. فأردتم من جانا ممن جانا
فاستعيذ استجابة